كلنا عارفين ان اكتر شيء مزعج في تربية الفراخ في فصل الشتاء هي عملية التدفئة، ده لان عملية التدفئة بتكون مكلفة جدا خصوصا في العنابر المفتوحة. طيب انا ممكن اقول لنفسي طب ما اكتم شوية على تربية الفراخ يا عم علشان نوفر في التدفئة، لان كل ما ههوي اكتر كل ما هضطر اصرف في التدفئة اكتر. لكن اللي بيعمل كده غالبا بيدخل في مشاكل عبارة عن امراض الكتمة والجهاز التنفسي، وبيرجع يصرف في الادوية وفي العلاج وفي النافق اضعاف اللي كان يقدر يصرفه في التدفئة. فالمحاولة دي انا جاي لك من المستقبل وبقول لك محاولة فاشلة، لكن في محاولة تانية او في تركة جميلة جدا بالعلم نقدر نوفر من تربية الفراخ جزء ولو 30% من عملية التدفئة إذا استعملت الفكرة دي أو حطيتها في الحسبان علشان توفر خصوصا أول 10 أيام في دورة تربية الفراخ. تعالوا ندخل على طول في الموضوع علشان ما نضيعش وقت حضراتكم، ولكن كالعادة ما تنساش أن اشتراكك يشرفنا، ويلا بينا حالا نبدأ على بركة الله. اهلا بحضراتكم. طبعا احنا بنقول ان التدفئه هي جزء مهم من عمليه تربيه الفراخ، لان الفراخ اللي ما بتتدفاش كويس اول اسبوع لن تحصل على كفايتها من الحراره، وبتضطر ان هي تاخد الحراره المطلوبه من العلف، وبكده يا شباب بيخرج جزء كبير من العلف بدل ما يخش في عمليه النمو وتكوين العضلات بيدخل في عمليه الريش او تكوين الريش علشان الفراخ بتحاول انها تدفي نفسها. لكن احنا علشان نتفادى الموضوع ده بنقول التدفئة لازم تكون او الحرارة لازم تكون اول 3 ايام 33، بعد كده يومين 32، بعد كده يوم 31، يعني الاسبوع الاول بنقفل على 31 او بنوصل ل 31 درجة. التركة هنا او عنوان حلقتنا انت ممكن تبدأ التحضين على 30، لكن بشرط ان الرطوبة تزيد معاك ل 70% على الاقل. يعني احنا كنا دايما بنتكلم ان الحرارة 33 اول 3 ايام، والبرنامج اللي احنا حافظينه اعتمادا على قاعدة ان الرطوبة في حدود من 40 ل 50%. لكن لو زودت حضرتك رطوبة ل 70% ده معناه ان احساس الطائر بالحرارة لو هي 30 بيساوي ال 33 لو هي 50. هعيد علشان الناس تفهم اكتر، يعني لو الحرارة 33 والرطوبة 50 هي لو الحرارة 30 والرطوبة 70. احنا في فصل الشتاء الثلاث درجات دول اوعى تستقل بيهم، لان اصعب ثلاث درجات في عملية التدفئة هم اخر ثلاث درجات. يعني انت ممكن توصل ل25 بسهولة، الصعوبة انك توصل بقى من 25 ل30، والاصعب قوي انك تعدي بقى 30 وتوصل ل33. يعني التكلفة في الاخر بتكون الثلاث درجات دول قد 10-15 درجة من العاديين، فممكن يكونوا في حدود 30% من التكلفة مع ان هم ثلاث درجات بس. ليه؟ لان انت خلاص حرارة الجو الخارجي بتكون مثلا 5 أو 10 أو 15، فعلشان يعني انتوا فاهميني طبعا انك توصل ل25 سهلة، ها 30 ماشي، لكن من بعد 30 بتجد صعوبة كبيرة جدا. ارجع لموضوعنا علشان وقت حضراتكم، ازاي نزود الرطوبة ل70% بطريقة صحيحة علشان نوفر التلات درجات دول، واللي ممكن زي ما اتفقنا يعملوا معانا توفير كبير جدا خصوصا اول 15 يوم من عمر الدورة. اللي بيحصل حضرتك ان العنبر بيكون تقريبا مثلا، يعني في انا هرسم لك بشكل يعني بسيط كده، العنبر بيكون تقريبا بالشكل ده، تمام؟ انت بتحضن مثلا في الجزء ناحية الشفاطات مثلا على سبيل المثال، بتحضن في الجزء ده تقريبا نص العنبر، بتبدأ انك تحضن عليه 40-50% من العنبر انت بتحضن عليه. فلو قلنا ان هنا الكتاكيت في المنطقة دي كده، فاللي بيحصل حضرتك ان انت لما بتفرش النشارة ما تفرش العنبر كله، لا افرش نص العنبر اوكي، وتعالى او تلات ارباع العنبر، وتعالى هنا في اخر تلت من العنبر في المنطقة دي كده، و ما تفرش نشارة، ودايما على طول
بخرطوم ميه مصدر هنا مثلا خرطوم مياه، وتبدا ترش على طول مياه في المنطقه دي بشكل مستمر 24 ساعه في خلال اول 10 15 يوم من عمر الدوره. بكده يا شباب احنا بنزود الرطوبه في حدود 20 ل 30%، يعني لو هي 40 الى 50% في الجو الخارجي بتوصل معاك ل 70% بمنتهى البساطه زي ما انت محتاج. انا دلوقتي لما زودت الرطوبه او الميه في المنطقه دي مش محتاج هنا 33، ممكن انزل ل 30. طيب اقيسها ازاي؟ احنا اتفقنا قبل كده قياس رطوبه او حراره العنبر او راحه الكتكوت بعينيك هي اهم نقطه. كتاكيت لو لم على بعضها بنكون متاكدين ان في مشكله في الحراره. فانا لو الكتاكيت ما زالت بتلم حوالين بعضها يبقى انا عندي كده مشكله. مفيش مانع ان انا ازود الحراره درجه او درجتين، لازم اوصل لمرحله ان الكتكوت يفرد معايا. ممكن كمان لو انا ما دفتش العنبر قبل وصول الكتاكيت ب 24 ساعه او على الاقل يا اخي 12 ساعه، ده بيؤدي ان النشاره تحت الكتكوت بتكون حرارتها ممكن مثلا 25 وانت محتاج على الاقل 30. فممكن تكون الحراره تحت رجل الكتكوت على النشاره 25 والترمومتر فوق راس الكتكوت شايفها او حاسسها 30. يبقى انت هنا لازم تاخد بالك انك تدفي العنبر قبل وصول الكتاكيت ب 12 ساعه على الاقل علشان العنبر كله يشرب حراره الجو، يبقى 30 كله زي بعضه، يعني يكون في توزيع متساوي للحراره في كل اجزاء العنبر. يبقى انا دلوقتي قبل ما استلم الكتكوت ب 24 ساعه هدفي عنبري وهبدا اظبط حرارتي على 30، لكن مزود رطوبه في الناحيه الثانيه من العنبر بعرض العنبر كله، ميه على طول بتترش، فكده احساس الطائر احساس الكتكوت بالحراره اللي هي 30 بيزيد، بيوصل اكنها 33. بكده اقدر اوفر على الاقل 15 يوم بالطريقه دي، ان انا يعني ما كلفش نفسي التكلفه اللي انت متخيلها. هي دي المساحه اللي انت تقدر توفر فيها من غير ما تدمر الرئه بتاعت الكتكوت او من غير ما تكتم على كتاكيتك. بكده يا شباب نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، لكن ان شاء الله الحلقه الجايه نتكلم عن الحد الادنى في التهويه. في ناس كده مصممه برضو انها تكتم على الفراخ او تقفل التهويه، ما هو الحد الادنى اللي انا يعني ما اقدرش انزل عنه في عمليه التهويه؟ احسب ازاي كميه الهواء او ازاي احسب التهويه في فصل الشتاء الحد الادنى علشان برضو ما يبقاش اسمي مكتم على الفراخ؟ ده هيكون موضوع حلقتنا ان شاء الله الاسبوع الجاي، والى ان القاكم يا رب اشوفكم دايما في خير واحسن حال. كان معكم دكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.